بنرحب بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله، ولسه مكملين الملف الخاص بالتحكيم المصري. كابتن ياسر عبد الرؤوف كان ضيف الفقره الاولى، لكن لسه مكملين مع حكم دولي ايضا مميز وواحد من الحكام اللي قضوا 25 سنه في مجال التحكيم، منهم 13 سنه في القائمه الدوليه كأكثر حكم مساعد دولي في تاريخ مصر يكون موجود في 13 سنة في القائمة الدولية، هو الكابتن والحكم المميز جدا الكابتن أيمن دجيش. كابتن أيمن برحب بحضرتك. أنا برحب بيك كابتن هون، وبرحب بكل اللي موجودين معانا، وبتشرف إن أنا أكون موجود معاك. طبعا يا كابتن، يعني حضرتك خبرة كبيرة جدا في التحكيم، 25 سنة منهم 13 سنة في القائمة الدولية، رقم كبير، وتقريبا على حسب معلوماتي إن هو حضرتك أكتر حكم مساعد في تاريخ مصر يكون موجود في 13 سنة قائمة دولية. مبدئيا بس قبل ما ارد عليك على السؤال ده، طبعا بقول الحمد لله على السلامه للكابتن محمود الخطيب، وربنا يتم شفاعه على خير، يعني الحمد لله على سلامته يعني. طبعا بالنسبه طبعا يعني الحمد لله ده فضل ربنا عليا، الحمد لله 25 سنه تحكيم، الحمد لله راضي عن الفتره اللي انا قضيتها في التحكيم سواء قبل ما اكون دولي او في ال 13 سنه اللي كنت موجود فيهم في القائمه الدوليه، والحمد لله يعني في رضا كبير خدته من، واكتر رضا خدته الحمد لله عمر بتكلم بمنتهى الصدق معاك، من الجماهير، من الناس في الشارع، دي اللي عملت رضا كبير قوي يعني. يعني كابتن، الناس في الشارع لما بتقابل حضرتك دلوقتي كان المردود ايه؟ حضرتك بتتحكم ماتشات قويه جدا، ودايما كنت بتكون موجود في اكتر من مناسبه، كمان كنت حاكم، يعني كنت بتحكم على المستوى الدولي، فبالتالي رد الفعل مع حضرتك والناس كان اكيد، يعني الموضوع كان فيه والله حاجة مختلف عن دلوقتي. ربنا الحمد لله، وانا بشكر ربنا الف شكر وحمد، خصني بحاجه عمر، الحمد لله انا كنت يعني من جميع الجماهير في مصر، اهلي، زمالك، اتحاد، اسماعيلي، كل الفرق الحمد لله، كان لغايه لما بطلت الحمد لله في حب لغايه دلوقتي. يمكن انت لما تكون في مجال حتى لعيب كوره لما بيبطل صح بتبقى بتحس بشويه كده ان انت بحاجه غريبه، انت النهارده بقالك 25 سنه بفضل الله لغايه النهارده اللي طلع يعني طلعني من القصه ديت، ان الجماهير لما بتقابلني والكلام ده مديني رضا كبير قوي قوي على الفتره اللي انا قضيتها في التحكيم، ومخليني الحمد لله ان انا يعني الموضوع ما بعد ما بطلت الحمد لله اللي بلاقيه في الشارع حتى لغايه دلوقتي فبيبقى فيه رضا كبير يعني الحمد لله. طيب نخش في الجد ونخش يا عمور. طيب عايز اعرف راي حضرتك في التحكيم الموسم الحالي، الموسم الحالي فيه بعض يعني الاخطاء التحكيميه اللي بتبقى موجوده في كل موسم، لكن الاخطاء التحكيميه بنشوف ان هي او يعني الخبراء والجمهور واحنا حتى شايفين ان هي ممكن يكون زياده شويه، لكن راي حضرتك مهم جدا كحكم وحكم دولي، فبالتالي راي حضرتك اكيد مختلف واكيد يهمنا عن الجمهور وعن المحللين عشان حضرتك خبرتك السابقه في مجال التحكيم. بص عمر، يعني عايزين نقول طبعا مبدئيا ان الاخطاء دي زي ما انت كنت موجوده كل سنه كنا بنشوفها، بنشوف اخطاء في جميع الدوريات في العالم، موجود اخطاء مظبوط في كل حته، لكن عايز اقول لك ان السنه دي البدايات السنه دي حوالي 7-8 اسابيع كده كانت مختلفه، يعني انا كنت لسه موجود لغايه السنه اللي فاتت بيبقى في بعض الاخطاء في بعض الاسابيع. السنه دي احنا قضينا مثلا حوالي 7-8 اسابيع الامور ما كانتش طيبه، كان الموضوع زياده قوي، سببه ايه؟ كقله اعداد، كسببه حاجه معينه، سببه الامور ما كانتش ماشيه كما يجب، كان في حاجه غلط عشان نتكلم معاك بصراحه. في بدايه الاسابيع بعد الاسبوع الثامن ابتدت في الفتره الاخيره زي ما احنا حضرتك شايف يعني كابتن عمر ان الامور اتحسنت الحمد لله يعني، لكن البدايه دي ما حصلتش من حوالي 8-9 سنين يعني في التحكيم، يعني كانت بدايه مش طيبه يعني السنه دي يعني. لان كانت مكرره في كل الاسابيع، كنت تلاقي مثلا مباراه او مباراتين كل اسبوع، ما كانش في اسبوع معدي كويس يعني. ده اللي عمل الحاله اللي هي شفناها في الاول الحمد لله ابتدت تهدى شويه الاسابيع اللي فاتت يعني. طيب كابتن ايمن، عايز اسال حضرتك على الحكم وتطوير المنظومه. احنا عارفين ان لاعب كره القدم لما بيلعب ماتش في الثاني في الثالث بياخد حساسيه المباريات وبيكتسب خبرات، وبالتالي مستواه بيتطور ومستواه بيكون في اكتساب خبرات واكتساب مستوى افضل. هل حضرتك شايف ان الحكم زي لاعب الكره دي نقطه؟ النقطه الثانيه، ايه الاسباب اللي حضرتك شايفها اللي ممكن خطوه لو اتخذت تطور كتير من مستوى التحكيم وتقلل من الاخطاء؟ بتكلم، انا مش بتكلم على الفار، انا بتكلم على القوه البشريه اللي انت قلته ده انا يعني هشرحه لك، بس استغلال القوه البشريه اللي عندي. انا النهارده
لازم يبقى عندي حد معين لعدد الحكام اللي بيحكموا في الدوري الممتاز. تمام. النهارده ما احصرش الدنيا على انا النهارده بطور وشغال مع الحكام، انا عشان اعمل تطوير في سنين واعمل تطوير لازم يظهر عندي نتاج التطوير دون. التطوير يبقى موجود. طب انا النهارده مجموعه حكام اللي بتلعب، طب انا عندي حكم لعب السنه اللي فاتت ماتش ماتشين ونجح. اعمل معاه ايه عمر؟ لو انت عندك لعيب طبعا واثبت نفسه في الفرقه اديله اكتر ووقفه يبقى جنب الناس دي على طول. تمام. زي يشيل معايا ماتشات، في ماتشات قويه بيشيلها ناس معينه، هو انا عايز اوصله للمرحله دي. لان النهارده عندي مثلا نتكلم بصراحه عندي 5-6 حكام بيشتغلوا الهمه. طبعا. لا انا عايز اخليهم 8، عايز اخليهم 9. طبعا. عايز اخليهم 10. فالمفروض علشان اقدر النهارده الحكام تدور على الانديه كلها يا عمر. فهي حته ان انا النهارده مثلا في حكام نجحت وبشوفها بتظهر على بعد. في حكام مش عايز اجيب اسامي لان هم مجموعه يعني، تلاقي لعبه ماتش السنه اللي فاتت نجحت، طب ما لعبتش تاني، تلاقي حكم كان بيلعب من سنتين مختفي جدا، طب ده سببه ايه؟ هتلاقي حكم ممكن يكون مش فنيا ومش موجود ما بيلعبش. واخد بالك يعني ايه السبب؟ طالما نجح انا عندي، طالما نجحت العب بيك. ما هو ده تطوير، التطوير ان انا ازود العدد عندي فوق. صح. فيمكن من دي من ضمن الاسباب يعني. طيب السؤال اللي هساله حضرتك دلوقتي هو ليه علاقه بالسؤال اللي قبليه، هل التحكيم الاجنبي هو الحل؟ هل هو اللي ممكن يقلل الاخطاء في بعض المباريات الكبيره؟ بص اكيد انا هقول لك، انا كحكم وحبي للتحكيم وحبي للحكام المصريين هقول لك ان طبعا انا مش مع التحكيم الاجنبي يكون موجود في مصر. يعني القصه يعني دي ما فيهاش جدال، لكن عايزين نقول ان انت النهارده خلاص انت بقيت امر واقع. النهارده طلع قرار ان اي فريق من حقه ان هو يجيب وحكام ويطلب، وطلع قرار على جميع الانديه وبيراميدز جاب. طب يا كابتن ايمن سالك سؤال، هل بيكون ليه معايير ان اي نادي عايز يجيب حكام اجانب بيكون ليه ضوابط وليه معايير، ولا الموضوع بيكون مفتوح عايز اجيب كل ماتشات الدوري اجيب، ولا بيبقى ليك حد ادنى او حد اقصى؟ تمام يا عمر، سؤال كويس جدا. يعني الكلام ده تعمله امتى يا عمر؟ من اول الموسم، قبل بدايه الموسم. انت بقى هتجيب تحكيم اجنبي، كل حاجه عقوبات الكلام التحكيم الاجنبي كل ده يتحدد النهارده لما يتحدد يروح للانديه يا عمر. لما يتحدد ويروح كل الانديه. تمام. انت عايز تعمل حكم اجنبي، طب ما في دول عامله مثلا يقول لك ايه انت ليك كام ماتش، يعني في دوريات عربيه يمكن الدوري السعودي على ما اعتقد عاملين مثلا ليك كام مباراه، مباريات معانا محددينها. كل فريق ليه، ما هو انت لازم النهارده، خلينا نتكلم النهارده الاهلي والزمالك كل الفرق، خلينا نتكلم بطوله كل الفرق المفروض زي بعضيها. تمام. نتكلم عشان نبقى فير. صح. كل الفرق لهم الحقوق زي بعضيهم. فانا النهارده قبل الدوري بحط الحاجات دي يا عمر وابعتها للانديه. انما انا النهارده عملت ايه؟ النهارده جيت في بدايه بعد ما الدوري بدا، قلت طلعت قرار وقلت التحكيم بتاع اجنبي خلاص. انت النهارده من اي حق نادي يجيب كل ماتشاته. ومن حق نادي يطلب، خلاص ما تقدرش يعني ما تقدرش ترجع. انت خدت قرار خلاص. لكن انت عايز تنظم الحته ديت، والله ما فيش تحكيم اجنبي من بدايه الموسم ويتبعت للانديه كلها. ليك حد معين في ماتشات معينه، كل ده يبقى قبل بدايه الموسم يا عم. طيب هقول لحضرتك يعني على حاجه كده ممكن برضو احسها عشان الحكم قريب من لاعب كره القدم، هل الحكم لما يسمع موضوع تحكيم اجنبي هل ممكن ده ياثر على نفسيته، او هو ده يكون سبب في التاثير على بعض القرارات اللي موجوده داخل الملعب من التحكيم، ولا هو الموضوع عادي مش فارق تحكيم اجنبي طبعاً. تحكيم مصري الموضوع سهل؟ لا طبعا يا عمر بيأثر طبعا تأثير كبير على الحكام، تأثير نفسي طبعا كبير. انت عايز اقول لك تخيل مثلا الوضع، احنا لما جينا في 2000 تقريبا 2014 وكان موجود الكابتن عصام وكان موجود اللجنه ورجع التحكيم المصري لاداره مباراه الاهلي والزمالك في الدوره الرباعيه لو تتذكر، ورجع بعد 18 سنه. ده عمل ايه في التحكيم؟ يعني كان النهارده ادى قوه للتحكيم، وادى يعني بقى الطموح عند الحكام اكبر وبقت الامور احسن، واتعمل ماتشين كويسين وبعد كده الامور رجعت تاني يعني. فطبعا التحكيم الاجنبي النهارده لو انت النهارده فرق جه تحكيم اجنبي على طول كل اسبوع فرق، ما هو النهارده انت قرار اللي طلع كل فرقه من حقها تطلب. تمام. بالطبع هيكون ليه تاثير على الحكام يعني. طيب عنصر التكنولوجيا وعنصر الفار او تقنيه الفار اللي كل شفناها في كاس العالم وشفناها في بعض الدوريات، هل حضرتك شايف ان هي الحل في الدوري المصري لتقليص الاخطاء؟ والله هو طبعا تجربه الفار دي تجربه يعني انا شايفها تجربه ناجحه جدا، ودي شفناها في كاس العالم. بتقلل الاخطاء يا كابتن بنسبه كام في الميه؟ بنسبه كبيره، بنسبه مش اقل من 80% 90% عمر. انت لو رجعت لكاس العالم طبعا انت تابعته عمر وبتاع، خد بالك من افضل كاسات العالم تحكيمين. لو طبعاً. شفت تخيل انت بس ارجع القرارات ديت ما كانتش ايه
الفار ما كانش اتدخل فيها وما كانش موجود فار. منتخب السنغال ما صعدش بسبب الفار. بالظبط، كان هيبقى في مشاكل كتير على فكره في كاس العالم اللي فات. لكن هو قلل كتير. اه كان في جزء طبعا مش 100%، كان في بعض الاخطاء، ولكن لا فايدته مهمه جدا يعني ان هي تطبق. يعني النهارده بتتكلم في ايه؟ عمر بتتكلم في حاجات، بتتكلم في رجل الجزاء، بتتكلم في هدف غير صحيح، تسلم، بتتكلم في بتدي لعيب انذار ويطرد والانذار مش مظبوط، بتتكلم في حاله طرد، بتتكلم في اهم حالات ممكن تبقى موجوده في المباراه. انما اربع حاجات يعني. طب احنا كابتن كنا متعودين ان ثلاث حكام في ارضيه الملعب، وكنا متعودين عادي على اخطاء مفيش مشكله، لكن لما يكون في خمس حكام ولسه الاخطاء موجوده، ايه الحل؟ يعني نعمل ايه؟ ما هو بص، حتى مع الفار الاخطاء الفار اقوى كمان من الحكم الاضافي، مش 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 تخلص يعني، هتفضل موجوده. ولكن هي تجربه الحكم الخامس كان ليها سلبياتها، ابتدت في نص في بدايه الموسم اللي فاتت اشتغلت كويس، كان ليها بعض السلبيات. فوجئنا السنه دي في بدايه الدوري دون كانت الاخطاء كبيره جدا، ركله الجزاء وليد ازارو كتير يعني اللي ما اتحسبتش. يعني حضرتك شايف لو حضرتك كنت موجود مكان الحكم الخامس، ايه كان قرارك؟ هل كنت هتقول كابتن ابراهيم ان هي ركله جزاء، ولا القرار بيكون مع حكم الساحه مش بيكون مع الحكم الخامس، ولا اي حكم بص في المنطقه ديت؟ يعني طبعا انا يعني عشت طبعا ولعبت اكتر لعب السنه اللي فاتت، لعبت مع الحكم الخامس، لكن اكتر لعب ما كانش فيه حكم خامس ولا بتاع. المنطقه دي بتاعت الحكم الخامس كانت بتبقى بتاعت الحكم الرائع، الحكم المساعد ممكن بيساعد فيها، والحمد لله كان ربنا بيوفقني طبعا في قرارات كتير بديها. فطبعا هم لما جم التدريب الحكام اتدربوا على الموضوع، الحكم الخامس شال شويه من الحكم المساعد في الحته ديت طبعا. ريحه. فبيقول لك الحكم بقى خلاص، انت النهارده بتيجي تديني تعليمات، ويمكن عمل الدروب شويه ان ايه، ان التعليمات او التدريب للحكام ما كانش واصل. يعني ما كانش واصل كويس. يمكن الامور اتظبطت الفتره اللي فاتت، لكن في بدايه الموسم كانت صعبه جدا. فابتدى الحكم الخامس بياخد من الحكم المساعد، فاصبح هنا الحكم المساعد ما بقاش ليه دور في ايه، في ركله الجزاء، لان موجود ايه، حكم خامس. حكم خامس. لكن انا عايز اقول لك، لو انت لو انا موجود في لعبه النهارده، مهم التحكيم ايه، الخمسه سته اللي موجودين في الاخر، في الاخر ايه الهدف؟ تطبيق العداله داخل الملعب بس خلاص. فاكيد انا لو في حاجه شفتها حتى في تواجد الحكم الخامس اكيد كنت هديها، لو انا واثق 100% ومحدش ادها هقول رايي، ياخد بيه بقى الحكم، ما ياخدش بيه خلاص. الناس يعني الفار احنا شايفينه ان هو سهل، لكن احنا يعني لما بنقرا عنه بنلاقي الموضوع صعب، محتاج تدريبات ومحتاج خبرات. ازاي الكلام ده؟ مش في يوم وليله، ده محتاج ان انت محتاج تدريب كبير جدا. ما ينفعش يعني ما ينفعش انت تيجي تقول الاسبوع الجاي هاجي انفذ الفار، الكلام ده لا. ده مين اللي هيشتغل على الفار دي؟ الحكام دي، ده لازم تدريب كبير يا طب احنا ليه يا كابتن كل ما يكون في تقنيه خاصه بالتكنولوجيا خاصه بالتحكيم بتبقى موجوده بنكون دايما متاخرين عنها؟ ليه مش بنواكب الحدث اللي بيكون موجود في التحكيم، فار، السماعات؟ لا هو طبعا الفار تنفذ في كاس العالم بس، بالك بس لا، بس موجود بس في الدوري الاسباني دلوقتي بيطبق في الدوري الاسباني ودوري ابطال افريقيا في المباراه النهائيه. بس وكمان جميع الدول يا عمر، يعني دول كتير ما فيش حد، بس احنا طبقناه يا عمر قبل الفيفا. بس يا كابتن طب معلش يا عمر طب خلاص انا برضه عمال اجمع خلاص طبقناه قبل الفيفا يعني الحمد لله ان يعني ما بقاش موجود بعد كده. والله احنا حاولنا نطبقه لكن ما حصلش نصيب، ما كانش فيه توفيق. طيب حضرتك شايف ان ممكن يكون عندنا امكانيات ان احنا نطبقه في مصر، ولا برضه الامكانيات الماديه في الظروف الحاليه ممكن ما تكونش متناسبه مع التقنيه؟ والله انا سمعت رئيس لجنه الحكام الكابتن، ما احنا كلنا سمعنا بيقول يعني ايجار او يشتروا اجهزه او الشركه، ان الكلام ده في خلال مثلا 9 أشهر، المباراه بتتكلف كتير، الكلام اللي هو قاله. سمعت ان هم قدم من مصر والمغرب قدموا ان هم يطبقوا الفار ده، اتمنى ان هو ينفذ يعني. لكن هو كابتن بيحقق العداله، مفيش شك، مفيش كلام يا عمر، شفافيه، ما عندناش اي مشاكل، القرارات كلها بتتحسب من خلال فيديو. حل مشاكل كتير يا عمر، حل مشاكل للتحكيم كتير. يعني انت النهارده عندك مشاكل في ايه؟ في التحكيم، القرارات، في ركلات الجزاء، في الاهداف، لعيب اتطرد طرد غير صحيح، اديت انذار لعيب تاني مش هو واتطرد. فالحاجات دي، هي دي اهم حاجه، ركله الجزاء، الجون، الهدف، تسلل ولا مش تسلل، الكره عبرت ولا ما عبرتش، الحاجات دي كلها يعني. ما دي الحاجات اللي ده يبقى في نسبه كبيره هتشال لما الفار موجود، هنوصل كتير من العداله. طيب العداله والتحكيم مبني على العداله، واكيد حاجه يعني عايز اسال حضرتك على نقطه مهمه جدا. هل في حكام مظلومين في مصر؟ اكيد طبعا. زي مين؟ مين حضرتك شايف ان هو لو اخد فرصه ممكن
يظهر بشكل كويس جدا ويبقى حكم مميز ويبقى حكم دولي ليه مستقبل باهر في التحكيم سواء المصري او التحكيم الدولي في افريقيا. بص عندنا حكام يعني ايه، وانا مش عايز اجيب اسامي يا عمر علشان ايه ما انساش حد. اسمين كده من لا هو من الناس المظلومه. لا هو مش ناس مظلومه، هو انا في ناس في مجموعه مثلا لعبت مثلا انا عايزها تاخد يعني ايه يفتحوا لها المجال اكبر من كده يعني. يعني عندنا مثلا احمد العدوي، عندنا وليد عبد العزيز، عندنا اسامه اسماعيل كان بيلعب السنه فاتت وما اعرفش عنده مشكلته مش فنيه. ففي ناس كتير برضو يعني في محمود برضو من بني سويف، في مجموعه كبيره جدا يعني المفروض ان هي تلعب، ادوا فرصه مثلا لحكم صغير. في مايو حكم من القاهره ما شافه الفتره اللي فاتت ما لعبش، في مبروك، في صبري مش عايز انسى حد، في عجيز الدول السنه اللي فاتت، في عاطف حسين، في مجموعه خدت ونجحت. انا بص يا عمر خلينا نتكلم ان الموجود على الكرسي عايز ينجح، ولو انا موجود مكانه عايز انجح طبعا، بس احنا بنقول ايه بقى اللي هو لعب ونجح اشجعه اديله فرصه تاني. طب هل يا كابتن حضرتك من شويه قلت لو نفتح المجال، طب هو المجال مقفول اصلا؟ يعني هل المجال مقفول ومقنن؟ ما هو مقفول يا عمر. انا النهارده اما ادي حكم، مين يا كابتن اللي قفل؟ مين اللي قفل المجال ان مفيش فرص لشباب او حكام صاعدين اديهم الفرصه علشان يظهروا على الساحه؟ هو فيه وفي موجودين وفي غير الصاعدين، في قبل الصاعدين كمان مجموعه تلعب. انت عارف ان دي التحكيم بيبقى تواصل اجيال يا طبعا يا عمر، زي ما كان موجود جيل بيسلم جيل، مش يعني مش هينفع ان انت تيجي على جيل ضد جيل. صح. الصغير ياخد، انا بقول لك مثلا بدون ذكر اسامي ادوا حكم صغير، في 3-4 تاني المفروض ياخدوا مثلا ياخدوا الفرص طالما نجحوا. في مجموعه من اللي بتلعب من السنه اللي فاتت لعبت، خلاص انا لعبت انت نجحت، واخد بالك؟ اديك واخد بالك اديك تاني تلعب، واخد بالك؟ في حكم اسمه محمد بكر بيلعب، هو دولي كره شطائيه، حكم انا لعبت معاه اقوى مباريات، بتدي له اقوى مباريات في الدرجه الثانيه، ولعب في الدوري الممتاز، حكم يعتمد عليه شخصيه. في يعني في مجموعه، ادي الناس دي اللي ينجح، انا بقول لك ايه اللي ينجح ادي له مجال اكبر. يعني النهارده الحكم، انت النهارده لما تدي حكم في الدوري تدي له ماتشين مثلا طول الدوري، انت عملت حكم؟ لا طبعا. ما زي يعني لاعب كره القدم لازم يلعب ماتشات عشان يديك مستوى. بالظبط. حتى لو دي بتحصل، هو لو نجح في ماتش واستنى كمان 7-8 اسابيع عشان ياخد ماتش تاني. لا طبعا. لا يبقى دي، يبقى مع احترامي يعني وتقديري طبعا لكل واحد مسؤول عن عمله يعني، لا يبقى انا كده ما عملتش حكم يبقى معايا. انا اعرفه ان انت الحكم بفضل ادفع فيه لغايه لما يجي يبقى جنب المجموعه اللي موجوده فوق. لان انت كمان ايه بتحمل على اللي فوق. انت بتحمل على اللي فوق في مباريات، حتى في الدرجه الثانيه في المباريات الصعبه بتحمل على نفس المجموعه. نفس المجموعه. طب يا كابتن لو حضرتك شايف ان ممكن المجال مغلق، او ممكن نقول ان المنظومه التحكيميه في مصر محتاجه شويه تعديلات بسيطه، هل حضرتك شايف ان احنا ما نجيبش خبير اجنبي زي تجربه كولينا في الخليج، ان هو يكون موجود في تدريبات او يعني يدي دورات تدريبيه مختلفه للحكام ويدينا سيستم ويدينا نظام نمشي عليه بعد كده؟ والله احنا بص يعني عشان نتكلم برضو يعني عادي، انا ممكن اجيب واحد يبقى موجود اذا كان مش بصفه دايما، تاخد انت فكر من مدرسه مش مدرستك، ده عادي ان يجي خبير هنا. لكن احنا عندنا هنا ما شاء الله يعني عندنا هنا اسامي بيستعينوا بيها، يعني عندنا الكابتن جمال موجود طبعا، عندنا الكابتن احمد شيناو موجود طبعا، عندنا الكابتن ناصر عباس موجود في اللجنه، حاجه طبعا، حاجه في علم مش عايز انسى حتى كابتن وجيه احمد موجود يعني في المجموعه اللي هنا كحته التعليم، يمكن هي شويه بس الامور التنظيميه بس والامكانيات، لكن ما يمنعش ان انت تستعين بمدرسه جديده تاخد منها حاجه جديده هتفيدك اكيد وهتفيد الحكام. طيب هنكمل اكيد مع حضرتك، ويعني هنروح لجزئيه خاصه بالتحكيم، ويعني ايه اللي بيتقال على اختيار حكام بعينها لاداره مباريات، لكن هنروح لتقرير نعرف فيه راي نقادنا الصحفيين عن مستوى التحكيم المصري وازاي ممكن نطوره في الفتره المقبله، ونرجع لحضراتكم ولسه مكملين في الاهلي الليله مع كابتن الحكم الدولي كابتن ايمن دجيش. اتفضل يا عمر. مفيش شك ان في حاله من الرفض سواء في الشارع الكروي او في الانديه المشاركه في بطوله الدوري عن التحكيم، في مشاكل كتير، في انديه كتير
بتحتج على أداء الحكام. في أخطاء وده شيء طبيعي، لكن في فرق كبير بين الخطأ المقصود من الحكم إذا كان بيقصد إن هو يغير نتيجة مباراة، أو إن الخطأ ده خطأ عفوي نتيجة تسرع، نتيجة موقف هو واقف فيه بعيد عن الكورة أو إلى آخره. بصفة عامة يعني أنا أتمنى بس إن الدوري المصري يكمل لغاية النهاية، وأتمنى إن التحكيم يبقى فيه تقدم أو فيه تحسن عن كده. اللجنة الشطرة، وأعتقد إن الكابتن عصام عبد الفتاح هو حكم كبير قبل كده قديم وهو المتولي شؤون التحكيم، أتمنى إن هو يعمل دورات أكتر للحكام، يفهم الحكام على الأخطاء بتاعتهم. مش عيب أبدا إن الكابتن عصام يطلع يقول إن أنا إن في حكم غلط. إحنا كلنا بنغلط، كل الناس بتغلط، وكل الحكام في العالم كله بتغلط. شفنا مباريات كأس العالم كان فيها أخطاء، وفي لم يحتسبوا أهداف والمفروض إن هي أهداف، وما يحتسبوا أهداف، يعني في أخطاء كتير في التحكيم، وده شيء وارد. أنا بس عايز أوصل إن أخطاء التحكيم طالما أنها غير مقصودة فهي مسموح بيها، بس بشرط إن هي لا تؤثر على نتائج المباريات أو على ترتيب الفرق. التحكيم هو أحد الأزمات المزمنة، وظهر بوضوح الموسم ده. طبعا في ضغط شديد جدا عليهم، تولي المباريات وضيق الوقت والحاجات دي كلها لا تسمح لان هم يلتقطوا انفسهم. نمره 2، اي خطا بيبرز فورا لانه فيه مباريات متتاليه بواقع تقريبا كل يوم 3 مباريات عشان خاطر الضغط الدولي. ده ما يمنعش ان في بعض الحكام مجيدين وجيدين وبيأدوا بطريقه جيده، ولكن برضو الضغط عليهم شديد جدا، وبدا عودة الجماهير برضو بيشكل بعض الضغط عليهم، زائد انه المواقف الدوري الكراسي الموسيقية اللي هو متغيرة كل يوم، بيبقى في ضغوط على المدربين نفسهم، فبيبقى بيحتاجوا على التحكيم. العملية كلها مرتبطة ببعضها، لكن اعتقد ان هذا الموسم من المواسم السيئة بالنسبة للحكام. مفيش حكم مصري هيقدر يصلح في الدوري الاوروبي، دي ممكن تبقى نماذج يعني صغيرة قوي، يعني ممكن يروح الدوري الصيني الياباني يحكم كم مباراة، 5-6 مباريات ولا كلام من ده، عشان ما تنساش ان احنا الثقافة وعامل اللغة مهم جدا جدا. لكن من الناحية الفنية مفيش حكم يستطيع، احنا بالعافية بنعافر انه في حكامنا يروحوا في دوري ابطال افريقيا ولا كأس الاتحاد الافريقي والكونفدرالية او بطولة افريقيا، بيروح حكم او 2 بالكتير خالص، وبعدين كل حين ومين او كل شهر ولا شهرين ياما ناخد من عندنا طاقم تحكيم يروح يحكم مباراة في دور ال 32 ولا دور ال 16 ولا الكلام من ده البطولات الافريقية. ده معناه ان احنا ما عندناش حكام على المستوى اللي هو ممكن يحكمه. طبعا احنا بنمر بأسوأ مراحل الحديث عن الحكام، مش النهاردة، من سنوات. الدوري بقى 61 سنة، وللأسف الشديد لازالت الحكام جدار بفلسفة أو باتجاه الهواء. احنا في دوري قيمته التسويقية مرتفعة جدا، فلازم يبقى فيه لجنة حكام محترفة تدير الدوري. لما يبقى فيه لجنة حكام محترفة اعتقد ان مش هيبقى فيه اي تأثير من اتحاد الكورة، مش هيبقى فيه تأثير من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة اللي أحيانا بيتدخلوا في تغيير بعض الحكام. أحيانا هيبقى فيه بقى لجنة الأندية القوية بقى اللي هي مش زي اللجنة الحالية، لا، لجنة الأندية القوية بتدير المسابقة إدارة جيدة. إنما للأسف الشديد اتحاد الكورة يرفض إن يبقى فيه لجنة أندية قوية، ويرفض إن يبقى فيه لجنة حكام محترفة بتدير المسابقة. طبعا هو من الخطأ إن يبقى فيه عضو مجلس إدارة هو رئيس لجنة. هذا النظام موجود في الاتحاد الافريقي واثبت مشاكله الكثيره جدا، خاصه في التحكيم. احنا لا يمكن ان نقول ان التحكيم ممكن يبقى عادل 100%. هذه كره القدم وارد جدا يبقى فيه اخطاء تحكيميه، بنشوف كل حاجه، بنشوف حتى في كاس العالم هذه الاخطاء. ولكن طالما هذه اخطاء غير مقصوده بتمشي، لان ده احيانا بتبقى جزء من متعه لعبه كره القدم.
كابتن ايمن، يعني سمعنا وشفنا اراء الساده النقاد يعني الرياضيين الكبار قوي زي الاستاذ جمال هليل والاستاذ محمد صادق وايضا الاستاذ محمد الشحات، واتكلموا في كذا نقطه مهمه جدا. اول نقطه، الانسان اكيد مش معصوم من الخطا، ايه المشكله لما الحكم اخطا في المباراه يطلع يقول ان انا اخطات؟ هل فيها اي مشكله او هتقلل من الحكم ولا بالعكس دي هتزيد من يعني من الحكم نفسه، وان هو هيبقى عارف ايه اخطاءه ويصححها؟ لا هو بص، الكلام ده بيبقى داخل يا كابتن عمر، يعني الحكم بيقطع بيبقى عارف كله، الدنيا النهارده الميديا وكله بتبقى الحكم بيبقى عارف، مش شرط ان انا. طب ليه اللي بيطلع ما بيقولش الكلام ده؟ ليه اللي بيطلع يقول الحكم ما اخطاش؟ لا ده غلط، اكبر غلط. بص عشان تنجح لازم تواجه اي حد بالحقيقه، يعني تواجه اي حد. اكيد اللجنه بتجيبهم، بتجيب الحكم ده لازم اجيبه واقول له انت غلطت، واكيد ده بيحصل يعني بيعملوا معاهم جلسات وانت غلطت في كذا، هو بيبقى عارف ان هو غلط، لكن ما ينفعش على الملأ يعني، ده على مستوى الفيفا والكلام ده بتبقى العقوبات سريه. يعني العقوبات سريه ان انا يعني ايه الفايده اللي هترجع لما يطلع الحكم يقول انا غلطت؟ مش يعني الحكم، انا بتكلم على صاحب القرار، انا بتكلم على مثلا رئيس لجنه التحكيم لما يعني يتاخد رايه في في في, في مباراه بعينها، يتكلم على قرار حكم يقول الحكم اخطا يعني، ويتكلم في ازاي يتم تطوير. بص يا عمر، هو يعني رئيس اللجنه طلع كان بيطلع في بعض، انا ضد ان هو حتى يطلع يعني، ممكن الامور يبقى ليها شكل تاني يعني. انا بتفق، يبقى في متحدث بالظبط، متحدث غير رئيس لجنه الحكام، لان النهارده رئيس لجنه الحكام طلع في لعبه وحصلت السنه دي انا بدون يعني، طلع في لعبه قال رايه. طب انا النهارده النادي الثاني جت لعبه، طب جه نادي انا بالنسبه لي كايمن الانديه كلها سواسيه، يعني كل الانديه اللي في المسابقه سواسيه، فالنهارده انت رئيس لجنه لو طلعت عشان تحلل لعبه معينه لفرقه وما طلعتش لنادي ثاني، ده ما هيبقاش، مش هيبقى فيه فير وهيبقى عدل، مفيش عدل يعني. فانت فيبقى في متحد، يبقى الامور محطوطه برضو، في محطوط بروتوكول، في حاجه معينه معروفه، اذا كان في حد هيطلع يبقى يطلع في كل الحالات يا عمر، مش هيطلع في ماتشات معينه او لانديه معينه، هيطلع بقى لجميع الانديه. لكن ما ينفعش النهارده انا اطلع اقول قرار في حسابات لحسابات معينه في وقت معين وما اطلعش في بقيه الانديه. انا ضد انه يطلع رئيس اللجنه. الاعداد النفسي للتحكيم شايفه ازاي يا كابتن؟ بص الاعداد النفسي للتحكيم ده بيتطبق في الفيفا، انا كنت في كولومبيا في 2011، الكلام ده موجود من زمان طبعا في العالم كله، ده مهم جدا يعني. وفي كلام انت ايه ده موجود بره في بطولات، انت ما عندكش ضغوط يعني، انت كالحكم بره انت بتلعب بطوله كاس عالم ولا بتاع، ما عندكش ضغوط يا عمر. صح. النهارده انا عايزك تتخيل النهارده وانت شايف الميديا وشايف شايف التحليل وشايف الاستوديوهات التحليليه، الضغوط، انا اسالك الضغوط على الحكام قد ايه يا عمر؟ تتخيل انت، انا نتكلم ان التحكيم الحكام كلهم مش شخصيتهم واحده، في ممكن واحد يتحمل، في واحد ممكن ما يتحملش الضغوط، لان انت عندك بقول لك ضغوط من كذا اتجاه. فموضوع الاعداد النفسي ده مهم جدا جدا جدا، يبقى موجود مع الحكام زيه زي اللياقه البدنيه زي الفنيه زي ما بمرن الحكام على كل حاجه، ده مهم قوي يبقى موجود. خلينا نتكلم يا عمر بامانه وصدق، عندك فرق كبيره، فرق جماهيريه، فرق جديده، عندك الحكم بيقرا بيتابع الضغوط عليه زي ما انت شايف، احيانا بيبقى فيه تراشق في الحكم. فالنهارده انا النهارده لازم اعد الحكم ده نفسيا للكلام ده كله، ازاي هو ينزل ملوش دعوه بالكلام ده كله. طيب الكلام اللي بيتقال على اختيار حكام او اسامي معينه في مباريات معينه ومحدده، شايف حضرتك الكلام ده ازاي برضه؟ لا هو اختيار اسامي محدده ما اعتقدش ان ده موجود يا عمر، يعني هي القصه بتبقى ايه يا عمر؟ انا زي ما قلت لك رئيس اللجنه عايز ينجح، ولكن يمكن شويه في التنظيم هي بس اللي فارقه شويه، ان انت مثلا بتلاقي حكم ممكن بيكرر زياده ماتش ماتشين لفرقه، اما بيجي لي الماتش يا عمر كرئيس هم اللجنه بيبقى الماتش معين، مين في حكم ما ينفعش للماتش ده؟ في حكم النهارده لو حكم غلط مع فرقه ينفع اوديها له بعد اسبوع يا عمر؟ بعد اسبوعين؟ ما ينفعش. طيب يا كابتن ما هو امتى؟ طيب دلوقتي احنا النقطه دي انت بقى انت عايز تتكلم في النقطه ديت. انت عايز تتكلم في النقطه ديت بالظبط. النقطه ديت ان انا عندي 10 15 حكم، انا اعتقد ان مش اقل من 15 حكم موجودين، وفي طبعا تحتيهم بيلعبوا، انت عارف كل حكم ليه مستوى، وفي اداره. انا نفسي اوصل لمرحله من التطوير، هم شغالين تطوير بقى لهم كتير يعني، ان الحكام تدور على جميع الانديه. طب هتقول لي عندي حكام فنياتها، في عندي عالي وفي المستويات مش هي،
يبقى أنا الحكم اللي عندي بصنفهم بحط عارف أنا المباريات القوية يا عمر النهاردة الجدول معروف وعارف عندي مباريات قوية وعندي يبقى أنا النهاردة بحط لهم ماتشاتهم ويبقى في تدوير للحكام على جميع الفرق يا عمر جميع الفرق مش أهلي ولا زمالك ولا سمي. كل الفرق اللي موجودة عندي كم فرقة في الدوري 18 يروح حكم انا عندي عليه يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ده في صالح الكره المصريه وفي صالح التحكيم. طب هل طب يعني برضو يا كابتن لما الحكم يخطئ في مباراه حلو ايه الوقت الكافي؟ هل ابعده 8 ماتشات 7 ماتشات عن الفريق ان هو ما يحكم لهمش ولا ماتش ماتشين الامور بترجع لطبيعتها ويكون موجود تاني في اول فرصه انه يحكم للفريق اللي عمل خطا في ماتش؟ ما هو حسب بقى الظروف يا عمر، الظروف اللي بتحكمني ظروف الماتش ايه، لكن انت بتتكلم لازم يبقى عندي تقبل من الانديه ان الاخطاء دي يا عمر لازم الثقافه عندنا كلنا مسؤولين وجماهير وكل يبقى عندنا الثقافه ديت. فالحكم النهارده عادي انا ممكن لكن ما بعدوش فترات بعيده، يعني ما بعدوش موسم مثلا، واخد بالك، ما بعدوش دور كامل، يعني خلاص لان الاخطاء دي وارده وموجوده لجميع الحكام، وانا كانديه يبقى عندي تقبل للكلام ده، لكن المفروض ان انا مش هبعده. ما انا النهارده يا عمر هقول لك على حاجه، انا النهارده حكم غلط مع فرقه تمام بعته خالص ماشي بعته نهائي، الثاني غلط نهائي، الثالث مش بعت لحد يحكم لهم. طب بعدين العمليه هتقفل عليا يا عمر، صح، انا هتقفل عليا وتخلي ان انا ما عنديش حد ابعته لفريق معين يعني. لا صح، انا بتفق مع حضرتك. انما انت لو غلط راح لسين وغلط مع صد راح له بعد كده بعد القصه مشيت طبيعيه، صح، القصه هتمشي طبيعيه. طيب الاعداد والمناخ اللي المفروض انه يتوفر للحكم المصري علشان يتم مقارنته بحكم اجنبي، هل حضرتك شايف ان الحكم المصري بينال من المناخ الجيد من الاعداد والظروف المهيئه حواليه ان هو يكون حكم على مستوى جيد ولا في تقصير؟ لا هو بص الفترات اللي فاتت يمكن الفتره ديت هم محظوظين شويه، الفترات اللي انا عشتها انا لسه مخلص الموسم اللي فات. الفترات القديمه لا هم محظوظين عندهم حاجات الامور اتحسنت، ولكن احنا بيبقى عندك طموح يا عمر توصل ل 80 90%. انت وصلت للمطلوب لا يتعدى 50%. المطلوب الحكيم طبعا. ما يعني انت كنت في الاول 20 مثلا 30 وصلت 50 60 دلوقتي ما تعدتش ال 50% اللي هو المفروض ان انت تقدمه للحكام يعني. يعني في حاجات كتير لسه نتعشم في الفتره اللي جايه ان هي تتوفر للحكام يعني. طيب رئيس لجنه الحكام دايما بيتكلم وبيقول ان مصر في التحكيم هي من الدول المتقدمه. من التحكيم؟ طبعا. بص حكام مصر يعني مصر مصنفه فين؟ يعني تحكيميا بنتكلم في افريقيا ونخرج من افريقيا نخش على العالم، يعني هل حضرتك شايف ان مستوى التحكيم في مصر هو مستوى عالمي؟ ممكن نشوف بعض الدول اللي موجوده في اوروبا او موجوده في مش بلاش في اوروبا، موجودين مثلا في اسيا، موجوده في امريكا الجنوبيه، يتم الاستعانه بحكم مصر؟ يعني هقول لك طبعا دي ما شفناش، عشان ابقى واضح معاك يعني ان اوروبا لا يعني ما فيش يعني الكلام ده مش موجود. يعني انت بتتكلم على انت النهارده قاره افريقيا يا عمر، انت النهارده من احسن حكام افريقيا حكامنا المصريين مستواهم عالي، بس انت توفر له. هو ليه بينجحوا بره يا عمر؟ الحكام بره بتلعب من غير ضغوط، هنا الضغوط عليهم كبيره جدا. ليه بينجحوا بره؟ وهنا الامور ساعات بيبقى فيه ضربات، لان انت مش موفر لهم، في حاجات كتير مش متوفره للتحكيم. يعني احيانا كتير في حاجات كتير اللوائح العقوبات قبل الموسم مش متوفره. طيب هناخد برضه راي كابتننا الحكم السابق الكابتن شريف رشوان علشان نتكلم معاه اكتر عن التحكيم. يا كابتن شريف برحب بحضرتك. ازيك كابتن عمر، اخبارك ايه يا حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كابتن ايمن دجيش بيسلم على حضرتك. تحياتي ليك كابتن شريف. برحب بعميد حكام مصر وحكام العالم كلها كابتن ايمن دجيش. وحشني يا كابتن شريف طبعا يا كابتن شريف، حضرتك اكيد سمعت وتابعت، لكن راي حضرتك مهم جدا في مستوى التحكيم المصري الموسم الحالي. والله مستوى التحكيم المصري كان بادئ بدروب جامد وبعد كده في تحسن بسيط حصل الفتره اللي فاتت. يعني ابتدت للمسؤولين عن لجنه الحكام ابتدوا ينتبهوا لشويه حاجات هم ما كانوش مرتبين لها في اول الموسم، واتمنى لهم التوفيق. انا ربنا يكرمهم ان شاء الله يكملوا الموسم على خير ان شاء الله. الموسم صعب جدا السنه دي عليهم.
كابتن شريف، يعني عايز اعرف راي حضرتك في الاختلاف ما بين التحكيم في الفتره الحاليه والاختلاف في الفتره اللي كنت حضرتك موجود فيها، شايف ايه اللي موجود يفرق بين الفترتين، وايه الفتره اللي لو حضرتك كنت موجود دلوقتي هل ده في التكنولوجيا اللي كانت موجوده تفرق مع حكامنا السابقين؟ بص يا كابتن عمر، احنا كنا بنحكم في وقت صعب جدا، وكنا معتمدين على اربع حكام، احنا يعني ثلاث حكام في الملعب وحكم رابع. ايمن كان عارف الكلام ده كله، وكانت صعبه جدا، ما كانش معانا التكنولوجيا المتطوره اللي كانت موجوده الفتره ديت اللي هي بتساعد الحكم، بس هي في الاساس مبنيه على حاجه، الحكم نفسه، موهبه الحكم نفسه. الحكم لما بيكون مارس كره القدم ومارسها على مستوى عالي، زائد ان يكون موهوب في الاساس، وعوامل اللياقه البدنيه دي طبعا اساسيه معاه، فطبعا بيبقى ليه مستوى في الملعب. غير دلوقتي الحكم كل التكنولوجيا ديت يعني ممكن تكون مش مساعده الحكم المصري، لانه هو مش واخد عليها، ومش يعني مش متاسس على التكنولوجيا ديت، فاساسا في الاساس دي هي مش مساعداه. وكابتن عصام دخل حته الحكم الاضافي، هل الحكم الاضافي اللي بيقف اضافي، هل الحكم الاضافي دوت حكم كان بيمارس الكره في الملعب، هو حكم ملعب اصلا في الاساس، ولا هو حكم انا بديله عشان بيقول لي انا ما بلعبش او كذا، هل هيقدر ياخد قرار في الملعب يساعد بيه الحكم؟ هي ديت اللي انا ببص عليها. لكن الحكم لو كان حكم اضافي، هو كان حكم ملعب في الاساس وبيلعب في الدوري الممتاز، هيساعدني لان هيحس بالملعب وهيحس بالماتش نفسه. يعني كابتن شريف، حضرتك يعني انا اسف لمقاطعه كلام حضرتك، لكن حضرتك قصدي حضرتك ان المواهب في التحكيم قلت بشده، وبالتالي لو حكم ما عندوش الموهبه حتى في وجود تكنولوجيا ده مش هيزيد من امكانيات الحكم داخل الملعب. طبعا طبعا طبعا، الحكم في الملعب، وحكم يكون ملعب وقادر على انه يتخذ قرار. انت معايا يا عمر؟ طبعا مع حضرتك، لكنك اتفضل يا كابتن، اتفضل. طبعا لازم يكون حكم موهوب ويكون قادر على انه يتخذ القرار، لو ما كانش حكم مش قادر يتخذ القرار، وهو انا يعني شايف كل حاجه دلوقتي في لجنه الحكام الرئيسيه معتمده على ان اللياقه البدنيه هتفيدني، وانا ما كنتش موهوب ومش قادر اخذ قرار ان الكره بيلين ولا مش بيلين، ان اتعامل مع اللعيب الكبير في الملعب، ان اقدر اقول فاول مش فاول، هل الناس مقتنعه بقراراتي؟ هي القصه في ديت، لازم يكون الحكم متاسس حكم، والناس عدى على اختبارات كتير جدا انه يكون الناس اقتنعت بيه وقالت ان هو حكم موهوب وحكم يقدر يدير في الدوري الممتاز، على الاساس ممكن يدافع بيه في الدوري الممتاز واكتساب منه انه يدير له ماتشات كتير جدا ويشيل الدوري. طيب كابتن شريف، هل ثقافه اللاعب داخل الملعب هل بتساعد الحكم؟ ثقافه اللاعب يعني ان هو يتقبل قرار، وان هو يكون عارف ان لما الحكم يقول قرار لازم يتقبله علشان يساعد الحكم في إدارة المباراة بشكل كامل، هل ده دلوقتي بقى مختلف إن اللاعب داخل الملعب ما بقاش عنده ثقافة تقبل القرار سواء كان صح أو غلط؟ الثقافة اختلفت خالص، ثقافة الدنيا كلها اختلفت خالص عن السابق يا عمر، القصة كلها دلوقتي إن حتى النهارده أنا لما ببص في النادي الأهلي، ببص في نادي الزمالك، فين ابناء النادي الاهلي الموجودين في الملعب؟ فين ابناء نادي الزمالك؟ فين كابتن النادي الاهلي؟ فين كابتن نادي الزمالك اللي هو نشا في طالع من ناشئين النادي الاهلي؟ اللي هو طالع من ناشئين نادي الزمالك الانديه الثانيه، هو دوت انت الثقافه اختلفت طبعا خالص، واللعيب فكره اختلف خالص، وفكر المدربين وتاسيسها للعيب اختلف. انا افتكر لما كنا بنحكم كنت بحكم عماد متعب واسامه حسني احمد بلال، كل دول بحكمهم في الناشئين، فلما طلعوا فوق في الدرجه الاولى ولقوني انا موجود هنا 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 خلاص الاقتناع وحافظك وعارفك وواثق فيك، هي ديت اللي بتفرق، زي ما انا كنت بحكم لك انت وانت صغير، وكنت بحكم لك ورحت السكه انت شايفني صح. قدامك هنا فبتقتنع بيا وعارفني صح. لغايه لما تشوفني اول مره ايه كل انا حكم دولي عشان انا لياقتي البدنيه عاليه، لكن هل انت يعني قربت مني شفتني كل دوت اختبارات بتحصل في الملعب، فالثقافه اختلفت طبعا، ولازم احنا ثقافتنا كحكام كمان يعني تتطور وتكون يعني ماشيه مع نفس النهج بتاعت اللاعب كوره وكره القدم الحديثه دلوقتي.
كابتن شريف رشان حكمنا سابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، وكلام مهم جدا يا كابتن ايمن، لكن لا تعقيب على كلام كابتن شريف في جمله الموهبه قلت في التحكيم، وبالتالي مع وجود تكنولوجيا مش هيكون في اي جديد للحكم داخل الملعب، لازم يكون في موهبه زي ما في موهبه في الكوره. اه طبعا اكيد، يعني هي زي لعيب الكوره بالظبط، عند في مواهب بيبقى هو خلاص هو عنده موهبه التحكيم، الموهبه موجوده جواه، وفي بيبقى مصنوع. يعني دي موجوده، يعني زي بالظبط زي الكوره كابتن عمر، هتلاقي لعيب موهوب وفي لعيب مصنوع، خد بالك، فدي موجوده. فانت في حكام بتبقى المواهب دي، اعتقد ان انا اتفق مع الشريف، يعني ايه موجوده، بس ايه قلت، يعني قلت كتير يعني. طيب دايما حتى في لعيبه الكوره برضو لو لاحظنا برضو هتلاقيها قلت برضو، يعني المواهب بتقل، احنا بنشوف لاعب كره القدم بيكون مصنوع في الايام الحاليه غير لما بيكون لاعب موهوب، لاعب الموهوب بيضيف كتير جدا للفريق بالظبط طبعا بالظبط كده. طيب السؤال دايما اللي بنساله، السؤال دايما اللي موجود في الشارع الرياضي، كابتن عصام عبد الفتاح هو عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم، وفي نفس التوقيت هو رئيس لجنه الحكام، هل حضرتك شايف ان عضو مجلس الاداره مع رئيس لجنه حكام، هل حضرتك شايف ان هي تتماشى مع بعض، ولا بيبقى في بعض القرارات اللي ممكن يفصل ما بين الشخصيتين، ما بين عضو وبين رئيس لجنه التحكيم؟ والله اول ما جه كابتن عصام يعني كنا مبسوطين جدا، ان الطموح كان ايه والنتائج ان هي تبقى اكبر من كده، يعني كنا لما التجربه اتقضت، هو وجود حكم في عضويه مجلس اداره الاتحاد شيء مهم جدا، وهو برده عشان نديله عشان نديله حقه برده، يعني قدم حاجات طبعًا زي ما قلنا قدم حاجات كويسه للحكام طبعًا. لان يعني قبل ما يبقى موجود كانت الدنيا يعني منهاره، يعني زي ما قلت لك وصلنا مثلا 50% مش اللي احنا طبعًا. كنا عندنا امل ان هو يحصل، لكن قبل كده كانت الدنيا صعبه جدا، يعني النهارده بقى ليك حد في المجلس بيخش حاجه، او انت بتقدر مره تاخد قرار مره بعد كده مره ما تاخدش بالحكام، فالامور لا اتحسنت كتير، ولكن هي مع التجربه من وجهه نظري انا اتمنى ان هو رئيس لجنه الحكام يبقى مشرف على التحكيم، ده طبيعي عضو مجلس اداره يبقى مشرف طبعا مشرف على التحكيم، ويبقى موجود رئيس لجنه، لان كل منظومه التحكيم فيها ناس كتير طبعا، فهو يبقى موجود مشرف، هو بينفذ طلبات الحكام، دوره هيبقى كبير برضه، يعني احنا عارفين يعني دوره جوه المجلس، ويجي حد تاني يمسك لجنة حكام تحت، هو مشرف على التحكيم. الموضوع ده هتقول لي ليه؟ اقول لك لان انت دخلت بقى في قصص بقى جمعيات عموميه واصوات وانتخابات وقصص زي كده، فالدنيا يعني الامور ما بتبقاش كويسه، يعني انت النهارده انا كابتن بنرضي الاطراف على حسب مش هترضي كابتن عصام، لا يعني انا ما اقصدش ان هو هيرضي الاطراف او هيعين حد او هيعمل حاجه مش مظبوطه، لا ما اقصدش الكلام ده، لكن انت كشغل انتخابات، ما هو انت ليك علاقات برؤساء الانديه، ده بيتصل وده بيعمل حضرتك، لكن انا النهارده ما يبقى مسؤول عن ملف التحكيم حد غير عضو مجلس الاداره، انا شايفها كده من وجهه نظري، يعني نبعد نفسه عن المنقع عن اي حاجه. طيب يعني بما انك اتكلمت على اشراف على الحكام وعلى منظومه التحكيم، طيب ايه اللي مطلوب او ازاي نرفع كفاءه الحكم المصري اللي حضرتك شايفه، لو حضرتك موجود دلوقتي في منصب رئيس لجنه الحكام، تبدا تعمله علشان تطور من منظومه التحكيم في مصر؟ انت بتشتغل في مراحل، يعني هم الفتره دي مثلا هيتعمل في حاجه جديده موجود فيها كابتن ناصر عباس، بيشوفوا مثلا حكام صغيرين، عندي بقى الحكام اللي هم تحت الصفوه دول مش شغالين، اللي انا قلت لك عليهم، حتى في منهم مساعدين برضه، عشان انا جبت الحكام ما جبتش المساعدين، في ايمن العقاد كان بيلعب، في محمد صلاح، في مجموعه كبيره جدا كانت بتلعب السنين اللي فاتت وانا مش شايفها السنه دي، يعني مجموعه مساعدين، فالناس دي ما بتلعبش ليه؟ هي الامور انا شايف ان في بعد في اللجنه عن بعضيهم، او في ان لازم النهارده كابتن عصام يبقى معاه في تشاور بينه وبين الناس، الامور تبقى يبقوا متقاربين من بعض اكتر، واخد بالك، نقدر النهارده ان احنا نقدر نطلع زي ما قلت لك نطلع حكام جديده. عايز بقى تقول لي التطوير في ايه؟ النهارده شغل التحكيم كله بقى عملي، يعني مبقاش نظري، ما انا سهل قوي بجيب الحكم فعلا وبقول له على اخطائه يا عمر، طب وبعدين؟ انا النهارده الحكم المساعد ده مستواه بيرتفع ازاي يا عمر؟ مستواه بيرتفع ان انا بكون مجموعه مثلا عندي مجموعه من الحكام موجودين دول، التدريب العملي ده اساسي، الحكام المساعد طبعا، الحكم المساعد يعني انت تتدرب، انت لازم الحكام المساعدين دول يتدربوا تدريب عملي على طول باستمراريه، وانا بقول لبناش الحكام كلها، حتى لو هو الامور فيها مشاكل شويه في الملاعب بتاع، اتمنى انت لما تنزل الملعب
تتمرن انت خد الرايه معاك وحاول تتمرن مع نفسك لو مش موجود حد معاك. لكن مع زي ما انت بتقول مع الامكانيات مع الدعم مع توفير الملاعب توفير الاماكن واخد بالك. انا عايز الموضوع ده مستمر في كل الدنيا حتى بره في اوروبا كده يعني. بس طبعا مع النظام طبعا الاختلاف لان هناك في نظام مثلا ممكن يبقى حكم محترف ما عندوش الا التحكيم. لكن حته التدريب العملي دي مهمه جدا جدا يا عمر. دي اللي بترفع من مستوى الحكم يعني. طيب بتفاجئنا ان كابتن ايمن دجيش فجاه كده اعتزل التحكيم وابتعد عن التحكيم. حضرتك اعتزلت ليه يعني؟ حضرتك راجل دولي راجل 25 سنه تحكيم 13 سنه قائمه دوليه الفيفا فتح بعد ال 45 يعني كل الظروف في صالح حضرتك. ايه اللي حصل خلى كابتن ايمن يعتزل التحكيم؟ والله عمر انا قلت الكلام ده كتير وباختصار يعني انا عايز اعرف. لا هو باختصار يا عمر ان كان الكابتن عصام قال انت موجود معانا. انا دايما انا بحب امشي باللوائح يعني انا يعني معلش راي الاشخاص ما طالما في لائحه بتسمح لي فانا مكمل في لائحه وعندك خبره كابتن وراجل خلاص. لا يعني وليه لائحه عمر خبره عايز ابقى موجود ومفيش لائحه خلاص. فلائحه موجوده الاتحاد الدولي طول عمرنا ماشيين تبع الاتحاد الدولي. فلما كنا 45 بقت 45 ايام الكابتن محمود الله يرحمه الكابتن حسام كانت 50 سنه جددوا له الكابتن محمود بعد 50 فجيت انا لقيتهم قبل الموسم ما بعتوليش وبتاع هم نهايه الموسم انت معايا انت معانا والكابتن عصام وبتاع. فطبعا انت معايا ابتديت انا بستعد طبقا مش لكلامهم برضو طبقا ان في لائحه موجوده ان اللي هو بيقدر واخد بالك. فكنت بستعد والحمد لله انا قادر الحمد لله. الاختبار لغايه لما اخر اختبار دولي عملته وسبت القايمه بمحض ارادتي كنت 47 سنه. فقالوا انت معانا الموسم اللي جاي فابتديت انا استعددت الموسم فما بعتوليش فجيت قعدت مع كابتن عصام ايه القصه. طيب يعني حضرتك طب وحضرتك ابتعدت يعني هل حضرتك شايف انك الفتره اللي جايه ممكن يكون ليك دور في التحكيم المصري بشكل عام حضرتك تكون موجود في حته حضرتك متميز فيها تبدا تطوير مع كابتن عصام؟ والله اقول لك يا عمر بس هكمل لك لازم اكمل لك الحته ديت. فهو قال لي انا المجلس واخد قرار. المهم يعني الموضوع انت انا اخدت قراري بالاعتزال لان الموضوع ما كانش ينفع بعد 25 سنه ان انا اتواجد والدوري بدا وانا مش عارف. فاعلنت قبل الدوري ان انا خلاص اعتزلت. هو كان عنده حسابات تانية اعضاء مجلس الاداره حد عايز حد قصص تانية هو بيتكلم فيها هو طبعا. والامور خلاص عدت يعني بيني وبينه ما فيش حاجه يعني ما فيش مشكله خلاص وانا الحمد لله ربنا كتب لي الخير يعني. فالامور انا حاليا دلوقتي في التحليل التحكيمي وشويه كده في الصحافه. بتقطع في التحكيم دلوقتي حضرتك خلاص خلصت التحكيم؟ لا الحكام كلهم اخواتي هم عارفين يعني طبعًا. في التحليل انا مع الحكام اللي كنت قضيت الفتره ديت ما ينفعش ما بقاش مع الحكام واخد بالك. الخطا بنقول خطا ما بنجرحش حد يا عمر. نقد يا كابتن بناء نقد حضرتك ما تهدمش الحكم. بنصح بعض الحكام بيتصل بيا بكلمهم بنصحهم لان الحكام اخواتي. وبعدين قلت له عمر في حاجه يعني دايما لما انت تكون عايش في مجال وانا بوجه لناس معينه الكلام ده لما تكون عايش وسط ناس في مجال معين لازم تحس بيهم. الطبيعي ان انت بعد ما تبطل بتحس بيهم ما تبقاش بعيد عنهم يعني ان انت كنت حكم يعني. طيب تحب يعني دايما خلي نفسك تتعامل زي ما تحب تتعامل عامل الناس يعني. طيب دلوقتي عايز اسال حضرتك على المعايير الدوليه ازاي بيتم اختيار الحكم للقائمه الدوليه سواء في بطولات في افريقيا سواء بطولات تابعه للاتحاد الدولي ايه اللي بيحصل؟ معايير هنا القايمه الدوليه ولا معايير الاختيار؟ معايير اختيار الحكم ان هو يخش قايمه دوليه بحيث ان هو يكون مشارك في اتحاد افريقي اتحاد دولي. عندك هنا عمر الدوري المصري عندك 60% فني يا عمر. يعني الجزء الجانب الفني ده اقوى حاجه. وعندك طبعا اللياقه البدنيه. هل بيكون في ترشيح يا كابتن؟ والطبي ما هو بيرشح مجموعه معينه بتبقى موجوده. وبعدين انا باخد بناء على السنه اللي هي السنه بتبقى 12 شهر يا عمر بتنتهي في 31/12 بتبدا القائمه الجديده من 1/1 بيجي يعني خلاص بيجي في شهر 10 بيجي كل ايام وهتعلن. بيجي في شهر 10 انا بشوف انا الحكم ده كان عامل معايا ايه في مصر وبره مصر مستواه معايا ايه. باجي مثلا عندي حكام مترشحه بيعملوا اختبارات بيأدوا الاختبار البدني. التقييم الفني عندي طول السنه لعبوا مباريات في الدوري عندي التقييم بتاعهم وعندي تقييمهم بره اذا كان حكام دوليين وعندي تقييمهم في مصر. فبالتالي انا بحط الترتيب دايما باجي بحط برتب حسب المستوى الفني زي ما قلت لك. وهو بيكون طبعا لازم يؤدي اختبار اللياقه طالما ادى اختبار اللياقه البدنيه بنشوف بقى الفروق الفنيه بين الحكم والتاني يعني. هل يا كابتن في بعض المباريات لو الحكم اخطا خلاص ورئيس لجنه الحكام عارف ان الحكم ممكن يكون كان مقصر بعض الشيء في خطا بان بعد طبعا ما المباراه انتهت وعن طريق التلفزيون وعن طريق هل حضرتك شايف ان
ما يتمش إعلان العقوبة ده أفضل للحكم وأفضل للجنة التحكيم، ولا ممكن يتقال إن الحكم أخطأ في كذا وكذا 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 ويبقى الموضوع عادي؟ لا، هو الفترة اللي فاتت كانت الأمور يعني في حاجات اتعلنت، وفي ناس في طلعوا، رئيس لجنة طلع قال على أخطاء، لكن هي الأمور الأمور في الفيفا، وإن الحكم خلاص يا عمر أنت النهاردة حكم خطأ أخطأ، أنت بعد كده ما بتشوفوش موجود في الماتشات فترة معينة، مش محتاج إن أنا أعلن يعني، يعني الموضوع ده مش موجود في الفيفا وفي الاتحاد الدولي، أنت بتعلن خلاص حكم غلط، الطبيعي يا عمر إن أنت هتلاقيه موقوف، إن حكم ده قاضي يا عمر هيجي لك تاني يعني. النهاردة أنت في وسط الجماهير وفي وسط، وده قرار صحيح، في وسط الناس النهاردة حكم بيحكم ماتشات يا عمر، هتيجي تلاقيه النهاردة تقول لك يطلع قرار، انشر القرار دون إيقاف سين قد كده، النهاردة الحكم ده بيمشي في الشارع بتاع في الأندية، أنت كنت صح، الجماهير هيروح خش الملعب لو في، طبعا ما فيش جماهير دلوقتي، بس اللي هيقابله هو داخل ايوه مثلا ممكن ايه، فالعقوبه بتاعت الحكم اكيد لازم تبقى سريه يعني، ما يتعلنش عنها، لكن كله بيبقى عارف ان هو بعد لاسباب فنيه. طيب انا سالت حضرتك وقلت حضرتك على اختيار حكام بعينها لبعض المباريات وحضرتك رديت علي. مظبوط. كابتن سراد الحفيظ سال اللي رأي حضرتك بقى في الكلام اللي كابتن عصام رد عليه من خلال تصريحات في الفترة الأخيرة على كلام كابتن سيد في استفساره على الجزئية دي تحديدا. هو يعني طبعا الكابتن يعني بص، كنا نتكلم نقعد على أرض الواقع. ماشي. أنا كابتن عصام كراجل رئيس لجنة بيدافع عن حكامه، كابتن سيد احترامنا بنادي الأهلي، أي نادي بيبقى عنده نادي بتاعه وبيدافع عن حقوق النادي بتاعه. المهم هنا كابتن سيد من الشخصيات المحترمة جدا، شهادة طبعا، دي حقه، كلنا نشهد ان كابتن سيد من الشخصيات المحترمة، قدم يمكن هو حتة ربط بنادي تاني، هي دي الحتة، او ان هو ما تجوز فحد. انا كنت اتمنى يعني ايه كابتن عصام ياخد الموضوع بهدوء شوية، يعني ايه الموضوع ممكن كان يعدي اهدى من كده، لان ما ينفعش النهاردة يعني النهاردة انا كابتن سيد مثلا طلب حاجة وبعدين كابتن عصام طلع، الموضوع زي ما احنا شايفين كان فيه شدة شوية وكله خدوك، انا كنت اتمنى الموضوع دي تتحل بصوره اكتر من كده، واتمنى يبقى قبل الموسم في حاجه بتحكم الجميع يا عمر. يا ريت. ما هي دي النهارده يا عمر، لو انت سبت الدنيا كده خلاص انا هتكلم وانت هتطلع تتكلم وغيرك هيتكلم، الامور لو ليها لوائح وليها قوانين من الاول بيبقى فيها حاجه محطوطه، هيبقى في حاجه معينه بتوصل للانديه كلها، بتبقى الامور كلها محسومه، فخلاص يبقى كل نادي عارف انت قصه او مسؤول او اي حاجه، فالامور تمشي كده يعني. فانا اتمنى الفتره الجايه يعني ما يبقاش في ان ده بيعمل في الوسط وبيعمل حتى في بيبقى ضغط على الحكام، بيبقى في ضغوط على الحكام من الكلام ده يعني. طيب اللي انا اعرفه ان حضرتك كنت حكم ساحه او حكم ملعب، لكن حضرتك بعديها اصبحت حكم مساعد، وحكم مساعد دولي متميز، ايه اللي خلى حضرتك من حكم ساحه لحكم مساعد؟ والله انا طول عمري واحنا بيتفرجوا عليا وانا صغير كنت الحمد لله، انا لغايه لما بطلت انا بحب السفاره جدا يعني، فلما جيت كنت بلعب وانا صغير، فدايما الخبراء اللي موجودين معانا ومن ضمنهم الكابتن خليل حامد، ناس كتير يعني كانت تقول لي ايه رايك، يقول لك انت العب كذا او العب كذا، فدايما انا كنت احب السفاره، يقول لي العب سفاره، كنت الحمد لله يعني بجيتها مميز. فلما جيت وصلت للمرحله طلعت درجه اولى، كان فكر برضو ربنا ساعات بيكتب لك الاحسن يعني طبعا، فكانت الامور بالنسبه لي كان شويه صعبه شويه يعني، كانت ايه، كانت في حاجات اعتبارات مش فنيه، في اعتبارات ثانيه ما كانت هتبعدني عن ان انا ابقى حكم صفار، حاجات ثانيه في التوقيت دون، في التوقيت ده عمر كانت ما كنتش هبقى موجود حكم صفاره، ما كنتش همشي في التوقيت ده، ما كانوش هيمشوني حكم، فانا فضلت ان انا اتجه كحكم مساعد، واستمرت طول ما انا حكم بحكم مباريات صفاره تحت، بحكم مباريات وديه صفاره من حبي ليها يعني، ودي كانت وكان ليها تاثير كبير عليا في مشواري في التحكيم يعني، في ماتشاتي افادتني كتير يعني، عشان كده دايما بقول للحكام المساعدين دايما يحكموا يعني في تحت، يحاولوا يلعبوا ماتشات وكده. مين من الحكام المصريه اللي حضرتك شايفها مثل اعلى قدوه لحضرتك، ان حضرتك ده كان يعني بتحب تتفرج عليه، بتحب انك تمشي على نفس الطريق اللي كان موجود فيه في التحكيم المصري؟ من الحكام المصريين عندنا ناس كتير، عندنا يعني مش عايز انسى حد، اكيد في حكم كنت بتحب تتفرج عليه تتعلم منه، كان دايما هو مثل اعلى ليك، زي ما لاعب كره القدم عنده لاعب بيحب يتفرج عليه دايما يعني موجود، كان الكابتن محمد توفيق وكابتن وجيه احمد طبعا. طبعا. في مجموعه كبيره والله يعني، انا مجموعه كبيره عشان ما انساش حد منهم غير الكابتن محمد وكابتن وجيه، في مجموعه كبيره الواحد استفاد منها وكان بيتفرج عليها وتعلم منهم كتير يعني،
دوليا بقى ودوليا واوروبيا، مين من الحكام الاوروبيين اللي حضرتك دايما تحب تتفرج عليهم ودايما غير كولينا؟ يعني كلنا بنحب كولينا اكيد، وكلنا يعني متابعين جيدين لكولينا. كان في حكم انا كنت بحبه جدا يعني طبعا، كيم ميلتون اللي هو الدنماركي طبعا. الحكم ده كنت يعني طبعاً. انا بص بقى كنت بستمتع وانا بتفرج عليه، يعني كنت بستمتع. هل حضرتك شايف ان الحكم طول ما انت مش حاسس يعني بوجوده في المباراه ده افضل؟ في الافضل، ما هو الحكم اللي انت الحكم كويس اللي انت ما تحسش بوجوده، لا صفراته قليله، كروته قليله، قراراته قليله، بيخلي المباراه ماشيه على طول، ما بيتكلمش مع اللعيبه كتير، ما بيشرحش كتير، ما بتحس انت كمتفرج او كاستوديو او اي حد ما بتحسش بيه في الماتش، ما تقولش انا موجود. يعني دايما الحكم اللي ما تحسش بيه هو الاحسن من اللي انت الحكم اللي يقول لك دايما انا موجود. لا، فدايما الحكم الكويس اللي انت ما تحسش بيه في المباراه يعني. طب يا كابتن، شايف تصرف الحكم او ازاي الحكم بيتعامل مع رد فعل اللعيب؟ اكيد ممكن لاعب يتحسب عليه قرار ينفعل، هل حضرتك شايف ان الحكم بيقابل يعني العصبيه بالعصبيه، ولا المفروض ان هو يمتص الامور ويتعامل مع الموضوع بامر ثالث؟ بص، في امور يا عمر ان انت تمتصها، لان يعني في امور في حد معين ان انت تمتص اللعيب، تمتص الغضب بتاعه، وفي امور ما ينفعش ان انت تعديها. يعني مثلا انا 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 مثلا لما تيجي مثلا انت كحكم صفاره مثلا، وفي حكم مساعد، يعني يمكن انا مريت بالقصص دي كتير طبعا. وحكم مساعد، فبترفع انت وانا بدي قرار عليه وبتاع، فبيجي مثلا يشوح لك فيجي الحكم مثلا يشوفه ما يجيش، ده يبقى غلط. لا طبعا، ده يبقى غلط طبعا. حكم مثلا تجاوز في حاجه معينه وانا اعدي له، لا، امتصاص الغضب ليه حد معين يا عمر، لان اهم حاجه في الحكم الشخصيه يا عمر. طبعا اهم حاجه شخصيه الحكم دي. بص، كل حاجه يا عمر ممكن تنميها وتطورها الا الشخصيه. كابتن ايمن دجيش، حكمنا الدولي، شرفني ونورتني، وان شاء الله نكون موجودين مع بعض في اوقات قادمه اكثر ان شاء الله. انا سعيد ان كنت موجود معاك يا عمر، وبشكرك وبشكر الناس الموجوده، وسلام للكابتن ربيع كتير. يسر ان شاء الله يا كابتن. كنا مع حضراتكم مع حكمنا الدولي الكابتن ايمن دجيش. هنروح لتقرير عن رأي الجمهور في التحكيم المصري هذا الموسم، وبعديها نرجع مع زميلي العزيز أمير هشام مع كابتن النادي الأهلي السابق الكابتن موفق البشر.